نهاية الشوط الأول من مباراة الكلاسيكو التي تجمع الترجي الرياضي والنجم الساحلي بالتعادل هدف لهدف سجل للنجم الساحلي راقي العوين الدقيقة 13 وعدل النتيجة للترجي الرياضي التونسي رودريغو رودريغيز الدقيقة 18. أكيد من البطولة الوطنية الحديث عن الألعاب الأولمبية القادمة، أيضا الحديث عن عدم مشاركة أيوب الحفناوي في الألعاب الأولمبية وماذا حصل ما بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة. سعداء جدا أنه ينضم إلينا عبر الهاتف السيد أحمد خضري المدير الفني السابق لجماعة المصارعة. مساء النور سيد أحمد، أهلا وسهلا. مساء النور، السلام عليكم أخوي محمد، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. مرحبا بك سيد أحمد، أيضا نجد التحية لسي شهاب الرويسي، أهلا وسهلا بك شهاب. أهلا أخوي محمد، نحب نضيف في تقديم أخوي سيد أحمد اللي هو لما حال مدير فني للمصارعة، لكن أنا نعتبره وخبير الألعاب الفردية. احنا باش ناخذوه في الألعاب الفردية صحيح، وكان في اللجنة اللي متاع الأولمبياد اللي فاتت اللي اختاروا كيفاش هم اقتناوا الوحدين، دونك عنده فكره شامله وكامله على الافاده بقدره ربي مضمونه اليوم في برنامج كاب مع السيد احمد خضري. سيد احمد ننطلق مباشره نحكيه على البطل الاولمبي ايوب الحفناوي. الحقيقه تقبلنا الخبر هذا بصدمه كبيره برشا، لن يشارك في الالعاب الاولمبيه. حسب رايك سيد احمد، من يتحمل مسؤوليه عدم مشاركه بطل اولمبي تونسي في الالعاب الاولمبيه القادمه باريس 2024؟ والله شوف، هي راهي من ناحية صدمة، راهي ما هي صدمة، خاطر ماك تعرف انت الرياضيين نتاع السوبر إليت هذوما متعرضين لأي حاجة اللي تنجم تمنعهم من المشاركة في آخر اللحظات. ولا سمعنا لكن سيد أحمد، سمعنا برشا كلام راهو على الإصابة هذه والتقصير. نعم. سمعنا برشا كلام على نوعية إصابة أيوب الحفناوي والتقصير، التقصير خاصة في حق أيوب الحفناوي. شوف احنا كنبداو نحكيو على أيوب الحفناوي ونقولوا اللي هو ماك تعرف بعد الميدالية الأولمبية حكاية الباك نتاعه وتفديناها وكل شيء، ومشى لأمريكا، مشى للانديانا يونيفرسيتي هذه هو اللي كان يدرب فيها وحقق فيها معناها نتائج على المستوى الجامعي. بعد انديانا معناها تنقل أيوب الحفناوي للكاليفورنيا مع المدرب مارك شوبير، وبالتالي من 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 كيما نقولوا من نجار، معناها من سباح طالب الى سباح محترف، معناها نجار بروفيسيونيل. ولهنا صارت الاشكاليه نتاع التاشيره نتاعو باعتباره هو كي مشى من الاول مشى بالفيزا ايتود، تبدل البروفيل بعد التجربه اللي عداها مع كاليفورنيا، روح لتونس لهنا وكانت المشاركه في بطوله العالم كيما نعرفوا الناس الكل قطر على اساس انه في جمعه وجمعتين تعاود تحضر الفيزا نتاعو ويعاود ينطلق في التجربه مع مارك شوبير. وماك تعرفوا مارك شوبير هو الانترونور نتاع اللي كان اشرف حتى على تدريب اسامه الملولي. ما صارتش حكايه الفيزا لهنا، ودخلت بعض الاطراف باش انه ياخذ فيزا لفرنسا وكل شيء، واصل معناها قعد مده شهرين هنا ايوب يتراني الى حين معناها الكونتاكت اللي صار مع المدرب الايطالي اللي هو المدرب يوسف حتى على احمد الجوادي فيليب لولا، وكانت البدايه التحضيرات نتاعو الى حتى ربس اليونان. والمدرب هذا معروف بالجديه نتاعو، معروف وقت تقرب الالعاب الاولمبيه معناها تكون التمارين قاسيه وجاده جدا. الاوجاع راهو كانت عنده اوجاع ايوب من شهر فبراير، وما تعرف لي سوالي سبورتيف دو نيفو هذوما كل شيء، راهي الناس تتحمل الاوجاع وتواصل وتخدم وكل شيء، الى حد انه يمكن الفتره هذه ايوب مع التمارين القاسيه وكل شيء ما نجمش يتحمل هذاك. علاش هو تو التقارير الاوليه تفيد انه لازم راحه ب 45 يوم. فهمتني؟ واضح. هذا معناه علاش تو احنا نقولوا علاش قلت لك انا لي سبورتيف هذوما المستوى العالي ما معرضين للامور هذه، معرضين احنا قداش من رياضي راهو مشى ويلعب في لي كومبيتيسيون وهو بضربه في كتفه وضربه في ركبته، هذا هو من المستوى العالي هذاك هو. ربما الاصابات اللي تفاقمت على ايوب توا اللي ما تخليهش ينجم يكون يوصلك. واضح للاسف الشديد خسرنا بطل اولمبي في الالعاب الاولمبيه. لا ما خسرناش ايوب 21 ولا 20 سنه، اسمعني يا اخوي، راهو تصير لي زاكسيدون دو باركور هذوم، لكن نحن هالي زاكسيدون دو باركور هما لازم نتعظوا بهم. شوف راهم بين 2002 و 2022 20 سنة كانت عندنا تجربة نتاع أسامة المهلولي اللي هي تجربة ناجحة في أمريكا. هل تعظنا منها؟ هل شاورنا؟ معناها راهو احنا مشكلتنا شنية لهنا؟ تو قبل ما نحملوا المسؤولية نتاع أن خسرنا بطل ولا ما خسرناش بطل، لازم نتعلموا ونخدموا. علاش قلت الكلمة؟ نشاوروا الناس اللي سبقتنا. عندنا راهو دي زيكسبير في الناتاسيون هنا اللي نجم يعطيك باركور كيفاش يتعمل، سيرتو نحن أنه عندنا موديل
عندنا موديل تونسي اللي هو أسامة الملولي، وأسامة موديل ناجح، نجموش نقولوا مش موديل ناجح. كنا سيد نجموا احمد، نستشيروا أسامة، كنا نجموا نستشيروا حتى الناس اللي كانت قائمة مع أسامة وتعاون لأسامة واللي هم موجودون في سيد تونس. احمد، كما نقول لك تو مثلا كي نسميه شاكر بالحاج والناتاسيون واللي هو تو باش يكون متواجد ضمن المكتب التسييري، ومن أولوياتهم هم تو، أنا كنت نحكي مع سي شاكر، معناها من أولوياتهم أنهم لو دوسي هذايا ايوب الحفناوي قال لك نعاودوا نعملوا الفحوصات ونشوفوا شنو نجموا نعملوا ونعاودوا المعارضه خاصه النفسيه للرياضي نتاعنا، والمستقبل ما شاء ان الله شاء الله مازال قدامه، مازال قدامه طويل ومازال تثنيه ان طويله شاء الله. وخير راهو كيما فيقوا توا خير من انا فيكم بعض. قلت، انا قلت خسرنا ايوب الحفناوي في الالعاب الاولمبيه القادمه باريس 2024، هذه نقطه. النقطه الثانيه، علاش قلت خسرنا؟ لانه مقارنه بعدد الرياضيين اللي مش يشاركوا في الالعاب الاولمبيه القادمه في من تونس، الحقيقه عدد ضئيل جدا. شويه شويه، ما نعرفش عندك الارقام ولا لا سيد احمد خضري؟ هو احنا تو واصلين 24 ان شاء الله، يتزادوش بين زوز وثلاثه ان شاء الله، معناها اذا نزيدوا مثلا ساره المزوغي في جيدون وليو 25، اونز جابن وليو 26، وفما زاد فرصه ان شاء الله في تنس الطاوله ان شاء الله، ديما ان شاء نقول الله انا ان شاء الله ان شاء الله تكون من المترشحين. على هذاك انا قلت خسرنا رياضي في الالعاب الاولمبيه القادمه، تو مقارنه بمصر، مصر تقريبا اكثر من 118 رياضي مش يكون متواجد في الالعاب الاولمبيه القادمه، احنا نحكيوا على 24 و25 الحقيقه عدد ضئيل. مصر ب 140 رياضي، مصر اي فوالا، خاطر فما الرياضات الجماعيه موجوده ايضا. مصر ب 140 رياضي، ما ننساوش اللي زاد راهو فما رياضات نحن ما عندناش عند مصر موجوده، وما نجموش زاد راهو نكونوا في مقارنه كبيره بحكم عدد المجازين في الرياضات في مصر وعدد المجازين في صح. الرياضات عندنا نحن، وهذا من لي كونستا لازم تخدم عليها المنظومه الرياضيه نتاعنا باش نحاولوا نحسنوا، وان شاء الله تكون. شوف هو راهو باهي كي تكون نحن جرت العاده انه في الكونتيتي ديما فما يوم ميداي، معناها فهمتني كيف، لكن زاد حتى كي تبدا يبدا ان نومبر ريستران وفيه الكاليتي، ان شاء الله تكون فما نتائج باهيه. 2008 مشينا بريسك بنفس العدد هذا، يمكن 27 ولا 28 رياضي وكريت، وكان تعلق فيها الاسامه الملولي كيف كيف. زاد الرياضيين هذوما فما رياضيين اللي عندهم اكسبيريونس على الالعاب الاولمبيه، يمكن انا حسب التقريب اكثر من 50 60% من المترشحين باش تكون ثاني مشاركه اولمبيه ليهم. معناها ان شاء الله تكون النتائج كيما ان شاء الله تكون، معناها يكون الجروب سي ان جروب دو كاليتي. واضح سيد احمد. بسرعه قبل ان نخرج الاخبار، اكيد باش نرجعوك بعد الاخبار ونواصلوا معك الحوار، باش نحكيوا تعليق خاصه منك انت على الظهور الاخير لرئيس اللجنه الاولمبيه التونسيه السيد محرز بوصيان في برنامج الحوار سبور مع الزميل عادل بوهلال، واللي حقيقه كان فما نوعا ما اتهام خاصه في علاقه بالعقوبات المسلطه على الرياضه التونسيه من قبل الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات، كان فما اتهام من محرز بوصيان للوزير الشباب والرياضه. تعليقك على الكلام اللي تقال هذا؟ والله اسمع، انا تعليقي انا المهم انه الحكايه معناها تتفض بصراحه، شكون المسؤول ولا شكون مش مسؤول. والله باش نحكي معك بكل صراحه، ماني جانب باش نقول لك شكون المسؤول وشكون مش مسؤول، انا يمكن الجواب الفني نجم نعطيك اضافه كبيره وكل شيء، ولكن المهم في الحكايه هذه كله انه عالمنا يرجع عادي، وانه اولادنا تشارك في الالعاب الاولمبيه وضربونا مهزوز، وانه ضربونا يقعد مهزوز وما يتغطاش في حتى قاعه رياضيه. رحنا احنا في بلادنا بريتو، ما نجيش انا في وسط القاعه الرياضيه نتاعي نغطي العالم نتاعي، هذا وهذا مش مسموح، وحتى واحد ما عنده الحق باش يعمل الحكايه هذه. انا المهم انه الحكايه هذه تتفض في الاجيال، خاطر مازالت راهو عندنا مسابقات، احنا تو مازالت الناس قاعده تشارك ومازالت الناس قاعده تخرج لبرا، وعندنا حتى تظاهرات قاعده تصير في تونس. المهم والاهم عندي انا انه الحكايه هذه تتفض في اقرب الاجيال. واضح واضح سيد احمد، ومش نرجعوا لك، وتصديقا لكلامك لو فما حتى تظاهرات، ممكن بعض ما يعرفهاش، فما تظاهرات من المفترض انها ستقام في تونس، الى حد الان معلق الشيء، مازالوا ما عطاوش الكونفيرماسيون لتونس باش تنظم بعض التظاهرات اللي نحكي لك عليها سي شهاب. واكيد سيد احمد مازلنا مواصلين المشوار معاك، لكن توا وقت الاخبار، خليكم مع زميلتنا في قسم الاخبار ملك الدوزي، ونرجعكم من جديد في استاد الكاب. كاب اف ام.